حديث عن ذلك تنضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول عايدة بن عمر الكاتبة والصحفية التونسية. سيدة عايدة مرحبا بكم، هل لديك معلومات عن خلفيات التفجيرين اللذين ضربا العاصمة تونس؟ من المستهدف تحديدا ومن المستفيد مما جرى اليوم في تونس؟ مرحبا بكم وتحية لقناة الرافدين ومشاهديها الكرام. اليوم يعني تونس يعني تعرضت لعملية إرهابية كانت الحقيقة متوقعة، لأن احنا تعودنا من المنظومة القديمة التي كانت تحكم، المنظومة يعني المنظومة يعني المرتبطة ارتباط عضوي بالمستعمر القديم المستعمر الفرنسي، أنها تضرب وتستعمل سلاح الإرهاب لإرباك المسار السياسي في تونس، وكلما حدث مأزق سياسي هي تستعمل هذه الأداة، أداة الإرهاب. بصراحة يبدو أن الأطراف يعني أطراف معلومة، وهي الأطراف الأحزاب الإقصائية، أحزاب اليسار الاستئصالي، والأحزاب المرتبطة يعني المرتبطة بمنظومة بن علي وبالمنظومة القديمة ومنظومة فرنسا، هي اليوم يعني حسب الاستقراءات الرأي وحسب الإحصائيات تفقد يعني ليست لديها شعبية أو في نوايا التصويت القادمة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية في تونس. وقد شهدنا أخي الكريم عدة عمليات إرهابية في السابق، منها حرق المحاصيل، يعني إرهاب على مستوى آخر، يعني لم يستعمل فيها السلاح بس استعملت فيها أدوات إجرامية أخرى، يعني على مدى أسبوعين سابقين وقعت حرق للمحاصيل الزراعية بمساحات كبيرة جدا، نظرا لأنه الموسم هذا كان موسم تستعد فيه تونس يعني لموارد مستوى القمح والشعير. أيضا تم حرق حقول يعني مزارع الزيتون. هناك أيضا يعني هؤلاء يتلاعبون ويستعملون الورقة هذه، إما نحكمكم أو إن نقتلكم. وهذا سيدة عايدة، هذا التفجير الذي حدث هذا اليوم هل يستهدف العملية الديمقراطية أكثر من استهدافه للاقتصاد، خاصة أن تونس تعيش هذه الأيام موسم سياحة؟ هي مرتبط ببعض، هي تستهدف العملية الانتخابية وتستهدف الاقتصاد التونسي لا محالة، لأنه هم يريدون أن يعني يريدون أن يفجروا الوضع وأن يعيش الشعب في حالة من يعني الهلع والخوف كون البلد غير مستقر أمنيا. ولهذا نحن نقول أن المخطط أصبح واضح، استهداف العملية الانتخابية، إرباك البلاد لإعلان الحالة الاستثنائية وتأجيل الانتخابات، وذلك قبل إصدار القرار الجمهوري بدعوة الناخبين للانتخاب. يعني القرار الجمهوري هذا كنا نتوقع أن يصدر موعده يوم 6 جويلية القادم، يعني بعد أيام، يعني بعد حوالي أسبوع أو أكثر. الآن أخي الكريم أيضا الإذاعات التونسية تتحدث منذ حوالي ساعة عن إصابة الرئيس بوحدة صحية خطيرة ونقله للمستشفى العسكري، فيبدو أن هناك يعني تطورات على المدى. أيضا بالنسبة للموضوع الاقتصادي، تونس الآن مقبلة على موسم سياحي، ويعني تنتظر وفود يعني سياحيه يعني من خصوصا من الجزائر ومن اوروبا، فهؤلاء يريدون ايضا انه يعني ضربه اخرى للاقتصاد التونسي وللموسم السياحي، وذلك يعني في تمشي واضح منهم يعني منذ سنوات انه هو ارباك الاقتصاد اللي جعل الناس تتململ من العمليه الانتخابيه، وايضا تندم على الثوره يعني. وايضا ربما ايضا يعني هناك راي اخر انه ما حدث البارحه للعصابه الفرنسيه في ليبيا، لانه بين مشتهينا نحن تونس يعني مرتبطه امنيا وعسكريا بالجزائر، يعني المستوى الامني والعسكري بالوضع في الجزائر والوضع في ليبيا، ايضا البارحه عصابه حفتر تلقت ضربه قاسمه في منطقه غريبه. هو ست عايدة، هل هذين التفجيرين هل له علاقة بما يجري في ليبيا والجزائر؟ هل هناك ربط بين هذا الحادثين مع ما يجري في هذين البلدين؟ طبعا نحن يعني نتأثر إقليميا بما يحدث في الجزائر وليبيا، والوضع في ليبيا أثر على الاقتصاد التونسي. نعم. السيدة عايدة بن عمر الكاتبة والصحفية التونسية، شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمة.